إذا من جديد متتبعي قناة شوف تي في في هذا البث الآن من مدينة مراكش، كما تشوفوا في اليوم الثاني على التوالي مازال هاد الناس هادو يعني التجار الجائلين والباعة الجائلين اللي كانوا دائما ما يفوق على 20 سنة وما تيبيعوا هنا بالقرب من باب الخميس كما معروف، يعني الناس القدماء اللي تيعرفوا هنا بالقرب من باب الخميس. فهاد الناس هادو لحدود الساعة ما فهموش اشنا هو السبب، يعني بعد ما انه كانت واحد الاشغال يعني قررت انه المجلس الجامعي انه تم يعني الاعادة تأهيل هاد الممر ديال باب الخميس المؤدي الى باب الخميس، فاليوم يعني تم يعني نقل هاد الناس هادو الى احد الاسواق واللي خلى واحد علامة استفهام كبيرة بخصوص المستقبل ديالهم، بخصوص تسيير هذا الامر ديالهم، خصوصا انه غادي يتم توزيع هاد الباعة الجائلين على مجموعه ديال الاسواق. فهاد الناس هادو بعد ما انا قرروا بعد المؤتمر ديال البنك الدولي اللي استضافته مدينه مراكش العوده للعمل من جديد، يعني منعوهم من العمل، ما عرفوش شنو السبب، ما عرفوش كذلك شنو المستقبل ديالهم، فين غادي يتم الترحيل ديالهم بطبيعه الحال، وتيتساءلوا يعني فين هو دور العمده ديال مدينه مراكش فاطمه الزهراء المنصوري باش انه تفوت احد النواب ديالها تدخل من اجل يعني حل هذا المشكل ديال الباعه الجائلين للناس ديال الخميس على مستوى سوق الخميس. السلام عليكم، صباح الخير سيدي. الله يبارك فيك. اليوم تنشوفوا امس هنا تتدد واحد المجموعه ديال الاحتجاجات، دابا احتجاج وقفوا امام الولايه باش تلقاو شي حل. شنو هو هذا نعم سيدي، اليوم الثاني الاحتجاجات واللي كنا اليوم البارح درناه هنا في عين المكان، قررنا البارح باش نديرو حتى الولايه اللي بحال بغينا نشكلو عليهم شي. اللي بغيت نقول لك في مجمل الكلام، دخنا ما بقينا عرفنا ما نقولو ما نصدقو، كيفرضوا علينا الناس شي حوايج اللي ما قدرناش عليها. حط سلعتك، ما ديرش الباراسول، حط التراب، عطاونا هاد البلاصه مؤقته هذه ديال التراب هنا اللي هنا. قال لك هنا شوقي ما باقيش تحلموا به، رغم انه هاد البلاصه اللي كنقعدوا فيها يعني مدرقه ما لك لا شي حاجه، يعني مدستوره. حيدوا، حنا كنمتثلوا الاوامر ديالهم ولكن يعطيونا البديل. البديل شنو البديل؟ جبتهم معاهم مجموعه ديال الاجتماعات. البديل كانوا بيحولوا لكم العسل، كانوا بيحولوا دوار الظلام، سوق ديال دوار الظلام، كان العزوزيه هذيك البلاصه اللي بيحولوا فيها دوار الظلام صالحه للمشيه، ما صالحاش لينا حنا كبيعة وشراية، صالحة للمشية، ما مقداش. سوق معزول، سوق معزول، ما كاين لا معزول لا والو. عطاونا هاد البلاصة هادي اللي فيها التراب، قال لنا ما تفرشوش في الأرض، ما ديروش البرانكارات، ما ديروش لي باراسول، وكيف يعقل باش السلعة ديالنا تبرد فيها الشمس وكذا وتعمر بالخضرا. الله يجازيكم بخير، وراه والله إلا تلفنا الامر لله الواحد. ما استغلتش دابا من المؤتمر الدولي شحال؟ انا ما استغلتش خمس شهور هذه قبلها سميتو، من النهار داروا لنا هذه المشاكل. خمس شهور هذه انا ما خدامش، انا اضطريت نبيع شحال من حاجه اللي هي ديالي، كنت كنملكها وما بقاتش. زيد ما دوكرا، ما دوكرا صوائر دري كيقراو كلشي، كاع المتطلبات الوقت نديو هنا من السوق، هنا شويه هنا وشويه هنا. دابا هذاك الشيء اللي كان ما بقاش صافي، دخنا دابا دخنا. يعني اقل واحد شحال قاعد يدخل من هذا البيع؟ كل واش كيجيب ليه الله، كل واش كيجيب ليه الله، يعني الثمن ماشي محدود. كاين نهار كتضحك فيه، كاين نهار كتوقف على رجليك، كاين نهار ما كتديش، والحمد لله هنا الاخوه متضامنين، الاخوه الحمد لله هنا متضامنين، اللي خصاتو شي حاجه تيروفوا عليه الاخرين وداك الشيء وكذا، يعني كاين شي تضامن مع هاد الاخوه الله يجازيهم بخير. نعم. وكيقولوا الناس الاولين واحد ما يغنيش شبعه وشاقي. والحمد لله. نعم. لا حنا راه ماشي ضد، حنا راه مع التنميه ومع هاد الشيء ومع مسيره الوطن القدام
وحنا كنزينوا الصوره ديال ديال علاش الحلول اللي عطيتهم انتم كباعجه الحلول اللي عطيناهم باش انكم ترجعوا للبلاصه هنا ما بغاوناش قال لك صافي هذه نقطه حمراء قال لك ما تبقاش تحلموا بها البلاصه نعمس اللي هي البديل اللي عطاونا عطاونا حل ترقيعي مؤقت هنا وما نديروش التراب وما نديروش شحال من حاجه اللي هو النقطه اللي هي الاساسيه وهو دور الظلام الناس المركب والناس تما ديال المركب كاينين الناس لا علاقة لهم بالفراشة نهار كيديروا داكشي اللي كيقول شي حاجة تراكت كذا من هنا تيجيو تيعطيوه البلاصة إلا بغا يديروا هما شي تلقية كسلطة محلية إلا بغا يديروا تلقية في هذاك الشيء اللي مفرش تما غادي نلقاو واحد 70% ما عندهاش العلاقة بالفراشة وبالبيع والشراء واش غادير البلايص محتلينهم كصحاح حنا ما كديناش حنا زرفنا نضربوا شحال من عام وانت متوسط 24 عام 24 سنة ايه جبت الدري انا ونجي للسوق هو كبر وهو عنده ثلاثة الدراري تلفنا الله المستعان وحنا نعم اسيدي عندنا قناعة كثيرة في السلطة وفي الملك السلطان الله ينصرو نهار نعم اسيدي تولى الحكم بعد من وراء الحسن الثاني الله يرحمه قال لك انا درت نفسي للشعب المغربي وحنا راه الشعب حنا اللي تنقولوا عاش الملك بالدم عاش الملك في النخع الوطن عزيز منها كنضيعوا باسم هنا وهنا وهنا لا ما يمكنش انا ورايا 13 النفس اي نعم الا بغينا نكسيوها مشكل الا ما نخلصوا الضو مشكل الا بغينا نخلصوا الفاكتوره ديال الضو مشكل والامر لله الامر لله والله يصوب الله راه صوب كل شيء بسته ايام ثم استوى على العرش الله راه صوب كل شيء قطع بركه راه دخت صافي الله يسلمك الله يحفظك تفضل السلام عليكم ورحمه الله شوف انه ما وصلتوش لواحد الحل هذا الشيء قبل يعني من المؤتمر يعني هذا الشيء شي 6 شهور ولا عام وانتم في هذه الحاله هذا ولا اكثر من عام دابا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله و تقريبا اش غادي نقول لك حنا النهار الاول قالوا لنا تكمل الاشغال قالنا بيكون مشروع ملكي بعدا حنا ديما تنبيو نداء الملك حنا قلنا مشروع ملكي كي الناس مع الوطاعة قالنا غادي يكون اشغال وتتم الاشغال تكمل الاشغال مده 3 شهور ورجعوا لبلايصكم صبرنا هذا هو الاتفاق وبمحضر محضر مسيني فيه رئيس المنطقة السيد القائد والسيد الوالي نتي يعني بعد 3 شهور ديال العام قالنا بعد 3 شهور الاشغال غادي ترجعوا لبلايصكم كل واحد غادي يقعد بلاصتو كملنا 3 شهور الاولى الثانيه 3 شهور الثانيه مع الطماطول زاد 3 شهور اخرى الناس تقهرات الناس طلبت بالحقوق ديالها ترجع لبلاصتها لقينا داك الشيء يكذوب ما بقى من هنا باش نرجعوا لبلايصنا عطاونا البلاصه كاع مين بيعوضونا بسوق اخر بعيد على هذه المنطقه بواحد الاسواق اللي داروا لكم الاقتراحات الاولى كنا قابلين عليهم الاقتراحات الاولين كانت المسيره كانت الحميد كان طوال العسكر الناس وافقوا قالوا ماشي مشكل المهم حنا قرب للساكنه خاص حنا تنبيعوا نشريو في المتلاشيات تنبيعوا نشريو في القديم تنبيعوا نشريو ولو يبيعوا الناس نشريو في الجديد ما غاديش يبيع لي بثمن الحانوت يعني كان السوق كان متنفس للمسكين لا للبائع ولا للشاري ولكن في حاله فاش من هنا من هذا السوق اللي كان سوق القرب اللي وصى عليه سيدنا وتوصل اسواق القرب هاد الناس واش بينتقموا منا ولا ما عادش يبان لهم حنا تنهضروا مع الناس هاد المسؤولين داونا لواحد السوق غير لائق للبيع والشراء الدور بمعنى الكلمات سوق ولو نقولوا حنا الى انسان بيمشي جاي يبيع ويشري ويمتثل راه ما غاديش يبيع ويشري ولو يقعد فيه 10 ايام ما غايبيعش بها حتى وحده السوق ما كاين فيه الشاري بعدا داك الشاري اللي بيشري ما تيوصلوش خسروا مثلا الا بيوصل لهداك السوق خصو يركب 400 ريال خصو يركب جوج طاكسيات ويرشح بجوج طاكسيات باش يشري وصل ب 600 ولا باش يشري كاتري ولا باش يشري كاتري ب 600 خصو يهزو ب 50 درهم حتى للحميد او دول العسكر وحنا في هذه السكينه هنايا قريبه كلشي قريب الناس ولفوا سوق الخميس وسوق الخميس راه عنده تاريخ قديم سوق الخميس راه اكثر من 50 سنه قلبوا الناس التاريخ
راه دوزنا 40 باشا ودوزنا 40 وشحال من والي داز حتى اليوم. اليوم الناس كانوا خدامين كيبيعوا كيشريوا من يوم وليله نوض نوض ما باغيش تقعد. لا يعقل نوض ما باغيش تقعد، عطيه البديل فين يعيش من غدا. واش هو تصحاب واش بحال هذاك الموظف عنده الرصيد؟ الناس ما عندهمش الرصيد ديال شهر ديال يومين. راه السير راه السير في كل نهار، يعني داكشي تيصوروا في النهار تيصوروا. شوف اغلبيه حنا ما تنقولوش على كل شيء، ولكن كاينه 70% الى صورته الصباح النهار الاخر تيخصو يعاود يجي باش يصور. كل خير حنا تنقعدوا نهار الجمعه، حنا تنضمن نفوسنا مع جمعيه تنخليو الطريق. الى بغيت تدخل الاسعاف، لا بغيت تدوز طوموبيله، لا بغيت تدوز السياره هذوك القنينات الكاز تنخليو منين يدوزو. راه سيدي ندوز القايد طوموبيل تو يرجع. حنا منظمين ريوسنا، حنا متضامنين بعضياتنا. المسكين تياكل من الفقير مول الكروسه حتى لذاك اللي عنده 100 مليون في راس ماله. حنا كاينين مالي الحوان تيتعاونوا مع هاد الناس، حنا تقهرنا مالي الحوان اللي تيعطيونا السلعه وتيعطيونا السلعه فلوسهم ما باقيش لقينا باش نعطيهم فلوسهم. وحنا تنتلقوا الناس تنتلقوا حتى حنا ناس اخرين تيعاودوا يدوروا في بلايص اخرين في الدواور ما لقيناش يعطيونا فلوسنا. كيف يدير هاد السيد تيشري وتيرد لك فلوسك وهو ما خدامش؟ وهاد الناس تيقول لك هاد الناس مسؤولين. سيروا اقعدوا بلاتي تسناو عشان تسناو عشان تسناو تنموتوا. الناس نط دارها باش ترد الكريدي، والناس باعت حوايجها باش ترد الكريدي. اش نديرو حنا ناكلو الناس؟ ما عندناش نجي باش ناكلو الناس. والازمات والكوارث الطبيعيه جات كوفيد، الناس تقهروا تنقولوا يا ربي دار السوق. حتى حنا عايشين الى دار السوق تحرقت. عاوتاني جا الزلزال وقفات الناس، وقفات باعت حوايجها. عاودوا جا تكملوا لنا، باقي كاع الزلزال ما كملش المؤتمر. من جا المؤتمر تقهروا الناس وتنتدلوا تنتدلوا السلطات. والسلام عليكم ورحمه الله. حنا تنتمناو من الله تعالى يوصل هذا النداء لسيدنا والناس الكبار المسؤولين باش يتعاطفوا مع هاد الناس المساكين. ها هما راه الناس المساكين ولاد البلاد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. كنشكروا هذا المنبر الاعلامي اللي كيوصل الكلمه ديال الناس المساكين. الله يجزيكم بخير. غادي نختصر لكم الكلام بجوج كلمات. السلطه التزمنا معها وما التزمتش معنا. هاد السلطه جات عندنا ما خسرت عندنا حتى اللي قال هذاك تم خزني كذا نقولوا حنا بالعاميه تم خزني ما خسرت عندنا. جات جلست معنا للحوار قالت لك الله يجزيكم بخير بغيتي تمشيو تحولوا واحد المكان مؤقت داونا بعدا واحد البلاصه ما ديالناش لا حنا ولا معطيه للناس اخرين. هادي بعدا الاولى قال لك اودي غتعطيوني 3 شهور بعداك البلاصه اللي تدوكم بعداك. جاتم ماليا وحلوكم فوقيت المؤتمر خواكم. قبل تنهضر لك انا في الاول خواونا قالوا لنا 3 شهور داروا معنا 3 شهور. نقول لك واحد هذاك سعاده الباشا ما نسمحوا لك حتى امام الله الا تشوفنا. انا نقولها لك من دابا هذاك السيد قال لك انا حرام عليا ولادي الا ضيعتكم 3 شهور قادوا لكم البلايص اللي بغيت تمشيو لهم بصفه نهائيه. انتم السوق هذا نقول هنا سوق هو سوق اخر غتمشيو كلكم دقه واحده. ما قادوش لكم غترجعوا لبلايصكم حتى نقادو لكم البلاصه باش تمشيو سميتو. قلنا له الله يسخر مشينا والله العيل عادينا مشينا لبكاف عينينا ان راه مشينا بحال قلتي. اش غادي نقول لك على اله الا الله؟ ملي مشينا تمايا صبرنا كاين اللي اش غادي نقول لك؟ راه راس ماله ما وكاين شي فطورنا تما ما تنصوروهش. دابا غادي نسولك الله يسخر بخير تما راه مغطي. واش بنلقى فيه انا القوت اليومي ديالي وبغيت نهرب منه واخا نكون حمق عن طبيعه الحال؟ غادي نقول سرسك وماشي ما خدمش. واش حاجه فوت ما خدمش نعماس؟ واش عادش ما خدمش؟ واش عادش فوت قلت لك الفطور ديالك ما كتصوروش؟ هربنا في حالتنا صبرنا هذيك 3 شهور. جا عندنا قال لك الله تزيدونا 3 شهور اخرى. زدنا ثاني 3 شهور اخرى صافي تمتنا عاد شنو هو متنا. جينا ثاني هنايا بدينا نتحاوروا معاهم قال لك لا هذا راه باقي الاشغال غتصبروا اش نديروا ما نديروا؟ واحد البلاصه انا حشرك الزباله حدا شي طراب طلعونا ليه قال لك غريتما سالي الاشغال ونشوفوا لكم الحل. اما غنصيبوا لكم بلاصه ديريكت ثاني ولا ترجعوا لبلايصكم تنصايبوا لكم. قعدنا ثاني هاد الربع شهور حنا تنموتوا تحت السلعه ديالت 20000 كتصبح لك ديال 4000 إيه بحشاك الخنز والترابات. الا هي طالع عندها تبي تجي عندنا تشم هذاك الخنز وترجع بحالك. قعدنا ثاني تما تكربسنا تعذبنا سالوا الاشغال جينا دابا داروا لنا هاد الحاله هادي. يعني حنا لا شيء المسكين ليه الله تعالى هو اللي ليه ما عرفناش. حنا عندنا جلال الله تعالى وجلاله الملك هما اللي كان اللي كنترجاو رحمة الله تعالى ورحمته.
هما هاد الناس راه احنا سلميين، اما ديري لا حتى هاد الوقفه انت تشوف راه سلميه بلا زعما شي عوائق ولا شي حاجه، وشي ناس معانا هنا تيقول لهم ديروا التحريض، حنا ما دير التحريض، هادي ديري الجمعيه علاش حنا هادوك الناس قال لك تعطيونا اربعه الناس يهضروا بسميتكم باش ما تكونش الفوضى، حنا مشينا اختارنا هادوك الناس باش يهضروا بسميتنا، جاهم هما دابا تيقول لهم لا درتوا التحريض، اش من تحريض؟ واش هذاك انا عندي كدا 40 سنه بغيت يقول لي شي نحرض كاش ندير لهم موس غيور، انا محرضيني اربعه الدراري اللي تابعيني، وانا طيح عليا الدار عندي دروك انا ولادي مشتتين من محالي. هاد الناس انا لقوت اليوم الا ما تديش من هنا، واش انا دابا جاي في 48 الحراره وقفت نغوت يا فرحان صافي رش قالت لي نط نغوت واعطيوني حقوقي، وانا لقوت اليوم ديالي ما لقيتوش حتى دروك تنقول لهاد الناس ردونا للمكان فين كنا، ومني تصايب لي المكان اللي وعدتيني به العيب والعار ما نطليكش، ما كاينش زعما شي حاجه خياليه، وعطيني المكان اللي كنت فيه حتى تصايب لي المكان اللي وعدتيني به ونمشي واحد المكان اللي يكون فيه ابسط الحقوق، راه حنا يبيع 10 في الرشا اكل كيدير 400 600 داكشي داك المخير فينا الديمي التريم عنده العرس هذاك النهار عنده هو العرس الله يجازيكم طب الله تعالى يشوف من حالنا اش مالي تتكلم تفضل صديقي حنا المفهوم واصل دروك الرساله واصله واضحه بطبيعه الحال بالنسبه للمسؤولين اللي بغا يديروا شي حل راه غادي يديروا شي حل بالنسبه لكم تطلع خويا من بعد غادي نتكلم انا بطبيعه الحال يعني بالنسبه للمشاكل ديالنا راكم واكبتوا معنا هادشي هذا من اول مره تقريبا مني كنا هنايا ملي طرحنا الله يجزيك بخير واكبتوا معنا هادشي والطرحيل ديالنا اللي مشى لدوار الظلام راكم تبعتونا وشفتوا يعني كلشي هادشي هذا راه ما خفي على حتى شي واحد هادشي راه جابوه الناس اللي بغينا نقول انا اليوم هو اللي جديد عندنا هو وقفنا تنطلبوا بحقنا حتى تفاجئنا بهذوك الناس اللي هما قال لك عطيهم منين قتلوكم ما تبقاوش تهضروا بشي طريقه عشوائيه تهضروا بطريقه حضاريه تكلفوا هذوك الناس جاو اليوم تهزت لهم الشرطه القضائيه اجيو بنا نهضروا معاكم بنا نقول لكم شي حاجه تنتفاجئوا بانهم تيتهموهم بالتحريض هاد الناس هادو شكون اللي بيحرضهم حنا واقفين على قضيه وحده هاد الناس هادو بيبداو يستفزونا وبداو عندنا بالضغوطات يعني بالترهيب باش حنا نزيدوا في حالاتنا انا راه الا مشيت في حالاتي راه غادي نصبح وليداتي نعطيهم اليوم يتيهم الخيريه يعني انا ما خدام ما ردام راه ما قد ما ناكل ولادي راه غادي نجيبهم انا امام الولايه ويتكلف بهم سيد الوالي ونخليهم ليه تما ونزيد في حالاتي غادي نكتب عليهم شي لافته فيها العبارات وغادي نخليهم ليه تما ونزيد في حالاتي وهاد الناس تما ربما كذلك وانا راه غادي نمشي في حالاتي نمشي حتى الله ما ندير الا كان هاد الناس بيقنعونا بهذه الطريقه الا كان صاحب الجلاله تيحيي فينا الروح الله يجزيه بخير وتيوقف مع الوطن مع المواطن ديالو الدم ديالو تيعطيه للمواطن والمسؤول تيبين الصوني راه لولا صاحب الجلاله ما نقعدوش في هذه البلاد هذه واخير دليل ها هو راه بالامس القريب صاحب الجلاله كان تعطي لهذا السيد هذا الروح باش بالتضامن ديالو فاذا بنا تنتفاجئوا غادر صاحب الجلاله المستشفى هذا السيد هذا تهز من هذا المكان هذا ومشى للمستشفى اخرى تنتفاجئوا بانه توفى علاش هذا موضوع اخر يعني كاين الخلل في المسؤولين اجري بالنص الصوت يعني كاين الخلل في المسؤولين من صاحب الجلاله تينجد تيقول في الخطابات ديالو انه بغي نصر الله انه بيصول الوضعيه ديال الشعب ديالو وتلقى المسؤولين تيديروا العكس ديال هذاك الشيء ديال صاحب الجلاله صاحب الجلاله نصر الله واقف على رجله وحده وتيصرع للبلاد وعلى العباد باش يصلح البلاد ويصلح العباد وهاد الناس دايرين العكس ديال هذاك الشيء تيدمروا الشباب تيدمروا العائلات الفقيره تيدمروا المجتمع بصفه عامه يعني تيعطيو هما كي تنقولوا تيعطيو الحظوظ لاصحاب الفلوس الاغنياء والفقير يمشي في حالته هذا الفقير ما تيخلص ما تيخلص ضو ما كريم ما تيواكل ما تيشرب ما تيصير على عائلات اش نديرو حنايا نعم واش اش يعني راه اش تيبالك تيبالك الاعتقال تيبالك الموت اش تيبالك حتى شي حاجه ما باقي يعني اش باقي به اش باقي به في هذه البلاد وحنا بلادنا تنفتخروا بها هذا راه حنا راه فينا حقنا وبغينا نرجعوا لبلاصتنا الله يبارك الله عليك يا شريف اذا كما تابعتم معنا المتتبعين في الكلام ربما لخصوا هاد الناس هادو من خلال هذا البث المباشر يعني سنه ونصف وهاد الناس صابرين لانه كان توعد في الاول انه غادي يتم يعني اتمام الاشغال على مستوى هذا السوق ديال الباب الخميس وغادي يرجعوا هاد الناس مده ديال 3 شهور وانتم يعني اللايفات ديالنا اللي سبقوا يعني كانوا شاهدين على هذا الحال هذا فهاد الناس هادو يعني عوضوهم بواحد المكان بالقريب من باب قشيش اللي ما تيصلح حتى شي حاجه يعني ما صلح حتى شي حاجه كله غبره وكله عجاج يعني كانوا اجتماعات وكانوا محاضر رسميه وكان اتفاق مع هاد الناس هادو في اطار الجمعيات الممثله ديالهم فاليوم هاد الناس هادو تيتساءلوا فينا وضر هاد المسؤولين بما فيهم عمده مدينه مراكش فاطمه الزهراء منصوري لانه
كاينين النواب اللي تيمثلوها بطبيعه الحال، هما اللي غادي يسهروا على انهم هاد الناس يستقروا في الاسواق، لانه سوق دوار الظلام يعني ما خدامش لهاد الناس بصفه عامه. علي سمعنا كلام بانه غادي تنقل لهم الاسواق ديال العزوزيه، سوق العزوزيه ولا سوق المسيره وغيرها من الاسواق، يعني غادي يتم ترحيل هاد الناس هادو المجموعات لاسواق اخرى. ولكن لحدود الساعه يعني ما كاينش شي حاجه، بقات كل كلام حبر على ورق كما تنقولوا، ولحدود الساعه هاد الناس هادو ما لقاوش شي حلول. فاليوم الثاني اليوم خرجوا هاد الناس هادو تيقوموا بوقفه احتجاجيه بالقرب من المكان بعد ما تم منعهم انهم يقوموا بوقفه احتجاجيه امام ولايه مراكش الاسفي، فرجعوا لنفس المكان اللي كانوا دائما تيبيعوا فيه او تيشروا فيه، فتنتظروا الحل. ربما انه الحل يجي من عمده مدينه مراكش او المسؤول الاول على مستوى ولايه مراكش الاسفي قصي الحلو. هذه رساله للمسؤول، هذه تحمل مسؤوليته امام هاد الناس هادو كلهم، لانه في الاول والاخير هما مواطنين ومن يعني وكانوا في هذا السوق قبل ما انه يجي اي مسؤول من هاد المسؤولين ويتم ترحيلهم او استبعادهم من هذا السوق هذا. ما بقاش نشكركم، شكرا لكم، الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تي في.